للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من موسكو المحلل العسكري فيكتور ليتوفكين. سيد فيكتور مرحبا بك. مبدئيا هل تعتقدون بأن هذه السابقة قد تكون بهذه البساطة تقوم تركيا بقصف طائرة غير موجودة في أجوائها أجواء تركيا تقصفها داخل الأجواء السورية؟ كيف ذلك؟ أعتقد أن تركيا تتعامل بشكل سلبي للغاية في مشاركة روسيا لدعم الحكومة السورية والرئيس المنتخب شرعيا بشار الأسد، وهذه العصبية التركية والتي إلى حد ما هستيريا أدت إلى هذا الحادث المؤسف. طيب سيد فيكتور، هذه الحادثة تأتي في منطقة جبل التركمان وهي منطقة سورية بجميع الأحوال، مرتفعة نوعا ما، منطقة جبلية، يقال بأن إسقاط الطائرة تم وفق وزارة الدفاع الروسية وهي على بعد 6000 متر. أي نوع من الأسلحة بإمكانها أن يسقط طائرة سو 24 من هذا الارتفاع؟ نعم بالطبع الطائرة يمكن إسقاطها من هذا الارتفاع، وكل ذلك يتعلق بماذا يجري إسقاطها ومن سيقوم بذلك. في حال كانت هذه طائرة F-16 المقاتلة أمريكا الصناعة كما يتحدث الأتراك، فهذا أمر ممكن للغاية بالنسبة لطائرة F-16. أما بالنسبة لمضادات للطائرات التي تتواجد على الأراضي التركية والذي جرى عن طريقه ضرب الطائرة الروسية، فهذا أمر ممكن للغاية، ولكن السؤال ما هي المضادات الأرضية المستخدمة في ذلك؟ طيب بالنسبة لإسقاط هذه الطائرة والمنطقة منطقة تخوم على كل حال بين تركيا وسوريا رغم أنها أسقطت في الأراضي السورية، هل يعني هذا أن يعني هنالك معلومات دقيقة يمكن أن تتم العودة إليها لإثبات ما إذا كانت هذه الطائرة قد اخترقت فعلا الأجواء التركية أم أنها كانت دائما في الأجواء السورية كما قالت وزارة الدفاع؟ المشكلة في أن الطائرة سقطت على الأرض السورية، وهذا وفق الأنباء الواردة. في حال وقعت على الأرض السورية فهي كانت تتواجد في الأجواء السورية، ورأينا كيف سقطت الطائرة بشكل عمودي إلى الأسفل، وهذا واضح من الصور. وحتى لو تعمقت الطائرة إلى كيلومتر أو اثنين فوق الأراضي التركية فلم تسقط على الأراضي السورية. طيب سيد فيكتور، في مجال عسكري أوسع، أول التعليمات التي صدرت في أول ردود الفعل كان رئيس الوزراء التركي الذي يعني قام بإجراء اتصالاته بحلف الناتو، هنالك اجتماع وشيك بعد قليل لحلف الناتو، ما الذي يعنيه ذلك؟ ما دلالات ذلك؟ هذا حديث على أن تركيا تريد جذب الانتباه لتبرير أفعالها كل المنظمة أي الناتو، ولكن من وجهة نظري فهذا من جهة عملية فنية، أما من جهة أخرى فهذه عمل استفزازي خطر يمكن أن يضع روسيا والناتو على حدود أو شفير مواجهة عسكرية. شكرا جزيلا لك من موسكو المحلل العسكري فيكتور ليتوفكين.